الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 نظام التحكم في تدفق هواء سحب الديزل تم اكتشاف انخفاض تدفق الهواء ماذا يعني ذلك يمكن أن ينطبق رمز مشكلة تشخيص المحرك DTC العام هذا على جميع المحركات المجهزة بالديزل OBD2 ولكنه يظهر في كثير من الأحيان في بعض شاحنات شيفي ودوج وفورد وجي أم سي على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الإصلاح الدقيقة اعتمادًا على السنة، والطراز، وتكوين مجموعة نقل الحركة. عادة ما يتم تثبيت نظام التحكم في تدفق هواء سحب الديزل (DAAFCS) على مشعب السحب في تيار هواء السحب. يتحكم نظام اس في كمية تدفق الهواء الوارد عن طريق تغيير الإشارة إلى محرك يتم تشغيله بواسطة وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة (PCM). يقوم المحرك بفتح وإغلاق لوحة الخانق التي تنظم تدفق الهواء. يُعرف PCM مقدار الهواء النظيف والمفلتر الذي يدخل المحرك بناءً على مستشعر موضع تدفق هواء الديزل، والمعروف أيضًا بمستشعر MAF. عند تنشيط نظام التحكم في تدفق الهواء، يجب أن يلاحظ PCM حدوث تغيير في تدفق الهواء. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون هناك خطأ في نظام DAAFCS، أو قد يكون هناك خطأ في جهاز استشعار MAF يتم تعيين هذه الرموز إذا لم يتطابق هذا الإدخال مع ظروف تشغيل المحرك العادية المخزنة في ذاكرة PCM حتى لثانية واحدة كما توضح رموز مشاكل التشخيص هذه كما أنها تبحث في إشارة الجهد من DAAFCS لتحديد ما إذا كانت صحيحة عند تشغيل المفتاح الأولي يتم تعيين الرمز P02ED لنظام التحكم في تدفق هواء سحب الديزل تم اكتشاف انخفاض تدفق الهواء عند اكتشاف حاله تدفق هواء منخفض في نظام التحكم في تدفق هواء سحب الديزل يمكن ان يكون قد تم ضبطه بسبب ميكانيكي تلف مادي لنظام التحكم نفسه مما يتسبب في حدوث عطل كهربائي او مشاكل كهربائيه دائره محرك دي اي, اي اف سي اس لا يمكن تجاهلها في مرحله استكشاف الاخطاء وإصلاحها، خاصة عند التعامل مع مشكلة متقطعة. قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة ونوع محرك. تحكم دي أي, اي إف سي اس وألوان الأسلاك. ما مدى خطورة هذا دي تي سي؟ الشدة في جميع الحالات لن تكون شديدة. إذا كانت المشاكل الميكانيكية هي السبب، فإن الفشل النموذجي هو سرعة خمول منخفضة. إذا كان هناك عطل كهربائي. يمكن لام بي سي ام تعويضهم بشكل مناسب ما هي بعض اعراض الكود قد تتضمن اعراض رمز مشكله بي صفر اثنان اي دي ما يلي ضوء مؤشر العطل مضاء عند سرعه خمول منخفضه محتمله فقط رمز التحكم في خنق وميض الكتروني لا يوجد تجديد لمرشح جزيئات الديزل لحرق تراكم السخام لن يحرق السخام خارج محفز دي بي اف فقدان السلطه في نهايه المطاف يشكو ما هي بعض الاسباب الشائعة للقانون ، قد تتضمن أسباب هذا الرمز P02ED ما يلي: فتح في دائرة الإشارة إلى محرك ، تحكم DAAFCS ، ممكن قصير إلى جهد في دائرة الإشارة لمحرك ، تحكم DAAFCS ، ممكن قصير إلى الأرض في دائرة الإشارة إلى محرك ، تحكم DAAFCS ، احتمال فشل محرك ، تحكم DAAFCS ، احتمال فشل PCM ، غير محتمل ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟ P02ED ، تتمثل نقطة البداية الجيدة دائمًا في التحقق من نشرات الخدمة الفنية (TSB) لسيارتك. قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص. بعد ذلك ، حدد موقع محرك ، تحكم DAAFCS سي على سيارتك. عادة ما يتم تثبيت هذا المحرك التحكم في مشعب السحب في تيار هواء السحب بمجرد تحديد الموقع، افحص الموصل والأسلاك بصريا نبحث عن الكشط أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذاب، افصل الموصل عن بعضها وافحص أطراف التوصيل بعناية الأجزاء المعدنية داخل الموصل، تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشاة بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف إذا تم تعيين رمز ميكانيكي فاستخدم منظف السحب وقطعة قماش نظيفة لمسح رواسب الكربون خلف لوحة الخانق لنظام التحكم في المحرك قم برش المنظف على الخرقة وامسح الرواسب بها لا تقم أبدا برش هذه الرواسب في المحرك حيث يمكن أن تتسبب في تشغيل ضعيف وسوء تغذية ومع ما يكفي من منظف السحب وتلف المحول الحفاز وربما تلف المحرك. إذا كان لديك أداة مسح ، امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة ، وتحقق مما إذا كان رمز P02ED يرجع. إذا لم يكن كذلك ، فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات. إذا عاد رمز P02ED ، فسنحتاج إلى اختبار DAAFCS والدوائر المرتبطة به. باستخدام مفتاح إيقاف التشغيل ، افصل الموصل الكهربائي في محرك تحكم دي اي, اي اف سي اس قم بتوصيل سلك رقم رقمي الفولتمتر بطرف التوصيل الارضي في موصل دي اي, اي اف سي اس للمحرك ضفيرة اسلاك التحكم قم بتوصيل الرصاص الاحمر لمقياس الفولتمتر الرقمي بطرف المحرك في موصل ضفيرة اسلاك مستشعر دي اي, اي اف سي اس قم بتشغيل المفتاح على المحرك تحقق من مواصفات الشركة المصنعة يجب قراءة الفولتمتر 12 فولت اذا لم يكن كذلك قم باصلاح سلك الطاقه او الارض او استبدل بي سي أم تحقق من مواصفات الشركات المصنعه لاجراءات الاختبار الكامله على سيارتك المحدده اذا لم تكن متاكدا اذا نجح الاختبار السابق واستمررت في الحصول على p 02 اي دي فمن المرجح ان يشير ذلك الى فشل محرك تحكم دي اي, اي اف سي اس على الرغم من انه لا يمكن استبعاد بي سي ام الفاشل حتى يتم استبدال محرك تحكم دي اي, اي اف سي اس اذا لم تكن متاكدا فاطلب المساعده من طبيب تشخيص سيارات مدرب يجب برمجه اجهزه بي سي ام او معايرتها حتى يتم تركيبها بشكل صحيح